السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم باذن الله حندير معكم وصفه سهله وسريعه. كما نعرفوا احنا في فصل الصيف نحبوا الوصفات السريعه. اليوم باذن الله حندير معكم الحميص. اذا نبدا على بركه الله. هنا نحتاج الى فلفل اخضر، لهنا فلفل حار، طماطم وثوم. اذا الفلفل تاعي لهنا نحيلو الزريعه تاعو، نحيلو هذا الراس. انا حندير الحميص على طريقتي بهذه الطريقه. هكذا نفرغ هذه الزريعه كامل. نحاول نخيروا الفلفل شويه عريض وحبات يكونوا طوال. اذا هنا نشوطوه على النار، نحطوا اي مشبك عندك. اذا نحطهم يتشوطوا على النار ولا نحطهم على الطابونه كما تحبوا. هنا باش تجينا حتى طريقه سهله باش نقلبوهم. هنا نفتح الطماطم تاعي، نفتح القشره فقط بهذه الطريقه. نديرو عامل زائد هكا، نحطها تتشوط هكا باش تسهل لي عملية التقشير من بعد. هنا الفلفل تاعي بعد ما شويته مباشرة نحطه في كيس بلاستيكي باش تسهل لنا العملية. هنا يتنحاها بسهولة، ما ديروش الماء وما تغسلوهش، البنة تاعو كل تتنحى هكذا فقط بهذه الطريقة. هنا نكمل الفلفل تاعي ونعاود نرجع لكم. هنا نقصو الفلفل تاعنا، نحاولو نحلوه، مفيش خاص الزريعة هذيك، نحيناها من الأول قد القليل فقط. نحاولو نقصوه دركا، نقصوه رقيق، كاينين لي يرحيو في الروبو وأنا حندير الطريقة التقليدية. نقصوه بهاد الطريقة. هنا نقوم بتقشير الطماطم بالطريقة. جينا بكل سهولة. نقطع الطماطم تاعنا دوائر دي رونديلات. نحاولو نقسموها كنقطعوها مكعبات. هنا بعد ما قطعت الفلفل الاخضر والفلفل الحار والطماطم والثوم، هنا نضيفو التوابل. هنا نضيفو فلفل احمر، فابريكا،
نضيفوا فلفل اسود، وعصف الحانوت، صفت ايضا 3 ملاعق من الزيت، نضيف الملح، نضيف قليل فقط من الملح ونحطه على النار. اذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. انا قدمتها مع بيض مغلي مع شويه طون، وانتي حسب الذوق تاعك وحسب اختيارك. الى هنا نصل الى نهاية الفيديو، نتمنى تنال اعجابكم، وما تنساوش الاشتراك في القناة. الى اللقاء.